السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل الأحاديث اللي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، اللي هو الباب الأول. احنا في باب متعلق ببر الوالدين. من الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، رسول الله أنا مسلم وأبايعك على الهجرة، أعطيك البيعة، السمع والطاعة والانقياد، والدليل على هذا أنا سأهاجر في سبيل الله، بس يا رسول الله أنا ما طلعت، تركت أبي وأمي يبكيان. يعني هذا قلب الأب والأم، هكذا، هذا أمر طبيعي وفطري أن الأب والأم يبكيان على فراق ولدهما، ويحاتون لو يطلع برا البيت، يروح الجامعة بيرجع، أنت تدري رايح الجامعة تحاتي، لا قدر الله حادث بالطريق، بيتاوش، الدكتور بيسوي له شيء، البنت تحاتي، هذا أمر طبيعي. تركتهما يبكيان، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ارجع إليهما. لاحظ، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير وتبايع وهذا في سبيل الله، على طول قال ارجع إليهما. نبي شنو؟ نبي نركز الحين على الأب والأم. ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. أنت سويت شيء وخليت أبوك أمك يبكيان، فترجع إليهما كما أبكيتهما تضحكهما. لاحظوا هذا الأمر فقط موجود للأب والأم. في حديث مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنك تضحك زوجتك أو الزوجة أن تضحك زوجها، لا، هذا فقط وين نجده؟ للأب والأم. مكانة عظيمة لهما في الإسلام الأب والأم، طاعتهما من دين الله سبحانه وتعالى، برهما من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا يبين الأمر العظيم، شفقة الأب والأم على الأولاد، وهذا طبعا الأمر ما يفهمه الأولاد ولا يدركه الأولاد إلا لما شنو؟ لما يكبرون يتزوجون ويصير عندهم عيال يفهمون هذا الشيء، لكن لا، دامهم الحين في المدرسة. طيب، وبس الأب والأم يصرفون على الأولاد ويعطونهم من مالهم ومن دمهم ومن وقتهم، ما راح يفهمون هالشيء هذا، سبحان الله. وكذلك نستفيد من هذا الحديث قضية قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. مبكيتهم ارجع ضحكهم. لاحظت؟ وهذه قضية مهمة جدا، أن الواحد يصلح الخطأ. أنا أخطأت في حق أبي، في حق أمي، زين، صارت هالزلة، صار الخطأ، تروح تعتذر، تعتذر وتضحكهم وتونسهم وتنسيهم الهم اللي عاشوا فيه. هذا أمر مهم جدا. ولاحظوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أرضهما، لا، أضحكهما كما أبكيتهما. ما قال روح سكتهم قولهم شيء عشان بس يسكتون، لا، أضحكهما. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، مراعاة المشاعر والعواطف عند الوالدين. لازم تراعي ترى مشاعرهم. أنا والله عندي مسؤول في الدوام، هل لازم أنا أراعي مشاعره؟ ألبس اللي يونسه وأحط العطر اللي يحبه؟ لا، مو لازم. أنا أروح الدوام في أمور مطلوبة مني، أني أنا مدرس أدرس، أنا شرطي أراقب، أنا طبيب أعالج، بس
لكن أنا أضحك مسؤولي ولا أو أنسى لا أبدا غير مطلوب منك، لكن الوالدين لا مطلوب. فمن الأمور المهمة بالنسبة للوالدين خاصة إذا كبروا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تضيق خلقهم بالأخبار السيئة. أنا أروح أزور أبوي ولا أمي كل يوم أو يوم الترك على حسب، تقعد عندهم ساعة ساعتين أكثر أو أقل، أفتح الأخبار وكل الأشياء السيئة، وأبدأ بالوفيات، فلان مات، فلانة هذه فيها كذا، وبعدين بالأمور السياسية وبالأمور الاقتصادية، الأمور اللي تأتي بالغم نبتعد عن هذه الأمور أو نذكرها بطريقة لطيفة وللحاجة، أما هذا يكون التركيز لا خطأ. من الأخطاء التي يقع بها الأولاد وهذا يخالف بر الوالدين أن أنا أنقل هموم العمل إلى الوالدين، دشت البنت على أمها ولا على أبوها وأمها، ووقت الغداء يا يبا والمسؤول سوي يا يما وزميلتي في الدوام كذا، أمور غم وهم. ليش؟ فهذه البنت ولا هذا الولد بيقعدون يتغدون ويقولون الهموم هذه بس العصر المغرب اطلعوا واستانسوا يا ربعهم، وهذا هذه الأم وهذا بيحاتون قاعدين في البيت متقاعدين بس يحاتون العيال، حاتون أحد يأديهم أحد يضيق خلقهم، احنا طلعنا واستانسنا. لا لا تنقلهم هذه الأمور، تنقل هذه الأمور إذا كنت تعتقد أن ممكن الأب والأم يساعدونك في حل هذه المشاكل، يعطونك توجيه. يمكن مثلا أنت كنت أنت تشتغل في مكان الأب كان يشتغل فيه، مثلا أنا مدرس وأبوي مدرس متقاعد، فيعطيني توجيهات، أنا أقول له والله يبا صار كذا مشكلة كذا كذا شنو الحل، لكن أنا مجرد أفرغ فضلات العمل عند والدين لا خطأ. كذلك المشاكل الأسرية تصير بيني وبين بين زوجتي أروح أنقلها حق أبوي وأمي فقط للهم، نبتعد عن هذا الأمر ما له داعي. نفس الشيء إذا كنت أعتقد أن أنا نقلي لهذه الهموم وهذه المشاكل في إصلاح وفي توجيه تقول لهم، لكن لا يصير فقط تنفيس عند الوالدين. ليش؟ لأن هذا يجيب لهم الهم. وكم أنتم عارفين إخواني ليش اللي يصير بعض المرات البنت تقول حق أمها فعل وتركته، والريال يمكن يقول حق أبوه، هو عادة البنت، وبعدين فجأة تشوف مسافرين بعض، الحين الأب والأم قام يأكلون بعضهم وهذا أدى البنت زين أسبوع الجاي ولا مسافرين بعض مستانسين حتى أن يرجعون ولا صاغة ولا شيء، فما ننقل هذه الهموم. يعني القضية الأب والأم فوق باقي الناس، فنراعي الناحية الشعورية عند الوالدين. لاحظوا أن ما تقول للوالدين أوف إيش معناته، لابد أن تكون معاملتك حساسة جدا، ما تؤذي الوالدين، مو بس ما راح أقول لكم بس بكلمة، حتى بنظرة أو بتعبير ما نؤذي الوالدين. أيضا من الأحاديث الواردة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبره اللي هو مولى أبي أم هانئ أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرض بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته في مكان، فهذا المولى مع مولى أم هانئ يسمع أبو هريرة صرخ، شو يقول؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، فترد علي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسمه أبي هريرة عبد الله بن عمرو، طبعا ذكرنا خلاف على اسم
أبي هريرة المشهور عبد الرحمن صخر الدوسي، هنا اختار أحد رواة أنه اسمه عبد الله بن عمرو. المهم العلاقة بين الابن البار والأم البارة كذلك، كذلك البر، بس احنا ما نبي نتكلم عن اللي هو واجبات الأب والأم، هنا عن بر الوالدين، واجبات الأولاد تجاه الوالدين. يبدأ بالسلام وترد عليه بالسلام ويدعو لأمي وتدعو له. وكان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على إسلام أمي، ما كانت مسلمة أول شيء، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن في يوم من الأيام راح للنبي عليه الصلاة والسلام متضايق يبكي. ليش؟ لأن أمه شدت وسبت النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. رجع البيت الباب مسكوك، يسمع صوت خضخضة الماي. ليش؟ تتسبح تغتسل ودخلت في الإسلام. سبحان الله، دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت تسبه أسلمت وشهدت له بالرسالة. ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عجيب جميل، يعني ينبغي كذلك أن ندعو بهذا الدعاء. اللهم حببهما، يعني دعاء لأبي هريرة ولأمه، اللهم حببهما إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. جميل هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الواحد يدعو بهذا الدعاء، اللهم حببني إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلي، يعني يا رب أنا أبي أحب كل المسلمين، بحب كل أهل المسجد، بحب كل المسلمين في العالم على مختلف ألوانهم أجناسهم أي شيء وظائفهم، أحبهم كلهم يا رب، أحب المؤمنين ويا رب المؤمنين يحبوني. هل فكرنا بهذا الدعاء؟ دعاء جميل. فأسلمت وفرح أبو هريرة، بكى من الفرح، أول شيء بكى من الحزن بعدين بكى من الفرح رضي الله تعالى عنه. فهكذا كانت تدعو له ويدعو له، يبدأ بالسلام وترد عليه السلام وقال رحمك الله ربيتني صغيرة. ما نسي أبو هريرة كيف لما كان صغير زين ما يفقه ولا يعقل ولا يمشي ولا يتكلم ولا يستطيع أن يأكل لوحده، رحمك الله وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. هل ندعو نحن الوالدين؟ الحمد لله ندعو، كنا بعد احنا نحتاج ندعوهم اكثر سواء في حياتهما او بعد مماتهما. الباب الذي بعده باب عقوق الوالدين، بعد ما اتكلم عن بر الوالدين اتكلم عن العكس. باب عقوق الوالدين. عن ابي بكرة رضي الله عنه، هو نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فوق فوق أو عفوا تحت تحت، أكبر الكبائر أسوأها، أكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. ليش؟ عشان نبي نعرفها نوخر عنها نبتعد عن هذه الكبائر. أول شيء الشرك بالله، طبعا هذا ما في ذنب يساويه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء الإشراك بالله، شنو بعده؟ وعقوق الوالدين. متخيلين أن قضية عقوق الوالدين موجودة ويا الشرك جنب الشرك؟ مثل ما بر الوالدين يم التوحيد، عقوق الوالدين يم الشرك. يدلك على ماذا؟ على خسة هذا الذنب وشدة هذا الذنب، سبحان الله، وكبر إثم هذا الذنب عقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يكررها عليه الصلاة والسلام. فقال ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. طبعا هذا حديث خطير يبين بشاعة هذا الإثم اللي هو عقوق الوالدين. ليش؟ لأن هذا من أكبر الكبائر. الزنا كبيرة والعياذ بالله، والسرقة كبيرة، والربا والغيبة والنميمة كبائر هذه، لكن شنو اللي أكبر منها؟ عقوق الوالدين، ذنب يعني ما يدخله عقل، ما يدخل العقل هذا الذنب.
لا عقل ولا دين ولا فطرة. سبحان الله. فهذه من الأمور الخطيرة أن يعق الإنسان والديه. ولاحظوا حتى كلمة العقوق تشوفون فيها شدة، ما قال معصية، عقوق الوالدين في شيء انتهى، قصيته شقيته، اللي هو هذه الصلة اللي بينك وبين والدينك، هم السبب لوجودك في الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعلهم سبب وجودك في الدنيا، وين؟ والدين. فكيف تعق هذين الوالدين اللذين يعني حرص على وجودك ومراعاتك وتربيتك وتنميتك وبذل كل ما عندهما لأجلك؟ إذن هذه من أكبر الذنوب التي هي عقوق الوالدين. أيضا من أحاديث الواردة، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، نهى عن عقوق الأمهات، طبعا كذلك حقوق الآباء. لكن سبحان الله، يعني مثل ما ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على قضية الأم 3 مرات بعدين الأب. ليش؟ يعني ذكرنا كلام العلماء، لأن سبحان الله الأم أضعف، وهكذا أنتم تشوفون الحين، يعني الأم يمكن تتكلم وتنصح، ما في مطنشينها، الأم بس يدش كل واحد يطق له سلام، يخافون منه، يعني يهابونه. لكن الأم مسكينة، ولا كانها موجودة، ولا تتصل 60 مرة الأم، ما حد يرد عليه، الأم بس يشوفون الرقم لا خافوا. طيب كذلك العكس، عقوق الأم هذا أشد، لأنها تمسك، يعني تخش بقلبها وتحاتي، وبس تداريكم داري العيال، ليش؟ تبيهم يرتاحون، ومهما فعلوا طيب تلقون الأم تسامح. طبعا في استثناءات، لكن هذا بشكل عام، الأم تراعي الأولاد وتدعو لهم وإن أخطأوا. سبحان الله، يعني الحوادث طبعا كثيرة، الحوادث كثيرة بالمحكمة. واحد يحدثني أن بنت سوت شيء عجيب، يعني من العجائب اللي قامت تصير في الدنيا. يعني الأم أعطيتها توكيل وخذت البيت بطريقة خبيثة، الله المستعان. المهم أن البنت دخلت البيت وتتكلم على الأم وترفع صوتها، فالأخو قام يسكت، سكتي يا بنت، سكتي خلاص كفى. المهم قال زين طلع، إذا ما تبي تسكت فضربها على طول، راحت المحكمة أو النيابة تشتكي على أخوها. والشيء هذا صار أمام الأم، والأم ممكن تحط قضية شنو؟ سب وقذف. قالت لا، ما أقدر أحط على بنتي القضية هذه. شوف، ماخذ نص البيت، بيتي يكون المبلغ ماضي 500-600 ألف، ماكل عليها نص البيت، ومعتدي عليها بالكلام. لكن الأم شنو؟ قالت لا، ما حط قضية على البنت. وهذيك البنت هي حطت قضية على أخوها، سبحان الله، لأنها ضربها. والحوادث كثيرة، الحوادث كثيرة. لكن شوف الأم ما رضت، إنه مع أن الولد تبهدل، لكن الحمد لله القاضي يعني خفف شيء كبير عن هذا الأخ، صحيح، لكن هذه الأم ما رضت. والحوادث كثيرة. فسبحان الله، وين تجدون هذا الأمر؟ تجدونه في الإسلام، تجدونه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حوادث في أحاديث السلف رحمهم الله، كيف كان التعامل الرقيق العالي للوالدين اللذين حقهما أكبر حق بعد حق الإسلام، اللي هو حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا برهما في حياتهما واللي ماتوا بعد الممات. جزاكم الله خير. عليكم السلام.
كيف حالك؟ خير الله يسلمك. والله الحمد لله. والله الحمد لله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. هلا والله. الله يسلمك. سلام حلا. كيف حالك؟ خير. الله يسلمك. إن شاء الله. خلصت. إياك خلصت التسجيل. عليكم السلام. كيف حالك؟ خير. الله يسلمك. الحمد لله خير. الله يسلمك. وياك.